الدعم الذي وعدت الحكومة بتقديمه لمهني سيارة الأجرة يقتضي تمكينهم دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكمية الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارة الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل 3 أشهر، تسوية يقول المهنيون عنها أنها جد معقدة ولن تفي بالغرض. احنا كنعنوا اليوم باننا كنرفضوا هذا القرار بالصيغه ديالو، يعني احنا مع الدعم، يعني مع دعم قطع سياره اجره في المحروقات، ولكن كنرفضوا القرار كيف ما جات به البلاغ ديال وزاره الداخليه. الاشكاليه الاولى انه صعيب على عده سائقين لانهم ما كيعرفوش الكتابه ما قارينش، والاشكاليه الثانيه انه عده السيارات هذاك العداد ديالهم ما خدامش. أغلبية السيارات ديال سيارات الأجرة من الصنف الأول كتعرفوا بأنه كلهم عندهم 30 عام وما يفوق ما خدمش العداد ديالهم. إذا كان مهنيو سيارة الأجرة قد علقوا إضرابهم، فبعض من مهني النقل الطرق للمسافرين قرروا تمديد الإضراب لمدة 72 ساعة، والذي كانوا قد دعوا إليه احتجاجا على تطبيق الحكومة نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات. بالنسبه لقرار الاضراب، يعني كان هناك بلاغين، كانت بعض النقابات داعيه للاضراب لمده 24 ساعه قابله للتمديد، وبعض النقابات راه مازال مضربه، قطاع الحافلات الان راه مازال مضرب لمده 72 ساعه، وحنا سنرتب البيت الداخلي ديال قطاع سياره الاجره، يعني النقابات ستجتمع ان شاء الله على ما قريب في اطار جمع عام لتحديد مصير ديال هذه المهنه. وكان قرار الحكومة الأخير باعتماد نظام المقايسة القاضي بتحديد أسعار المحروقات مرتين في الشهر قد أثار استياء في أوساط السائقين عموما، على اعتبار أنها الزيادة الثانية في عهد الحكومة الحالية.